حلقة جديدة من جول رح نحكي فيها عن شتم لاعب الانتر للاعب تشيلسي وعن نجم توتنهام اذا رح يدخل السجن وغيرها من المواضيع اللي صارت خلال هذا الاسبوع. ومعكم جوليان سعد. لاعب الانتر عم يشتم لاعب تشيلسي. لعبوا تشيلسي والانتر يوم الاحد ماتش ودي من ضمن الماتشات التحضيرية للفريقين قبل بداية الموسم. خلال الماتش تدخل لاعب تشيلسي كوكوريا على لاعب الانتر دارميان تدخل قوي واللي اثار غضب لاعب الانتر لدرجة شتمه، شتم له امه لكوكوريا. الكاميرات لقطته هو وعم يشتمه وخبراء قراءة الشفاه قدروا يحللوا شو قال. غضب دارميان انا بتفهمه، اولا منه اول تدخل قوي لكوكوريا بالماتش، يعني اللاعب يا اما مصر على تدخلات القوية عن قصد يا اما هالقد هو غبي اللي عم يتدخل هيك تدخلات بماتش تحضيري. ثانيا هيدا ماتش ودي، ماتش تحضيري للموسم منه ماتش رسمي، يعني نتيجته لا رح تقدم ولا رح تأخر، ما في داعي لأي تدخل قوي ممكن يؤدي لإصابة. يعني دارميان أو أي لاعب من زملائه منه مضطر يطلع منصاب ويغيب عن بداية الموسم ويغيب أسابيع يمكن بسبب تدخل غبي من لاعب. ومش غريبة من كوكوريا، اللاعب مثير للجدل كتير خارج الملعب، وهيدا بدل انه لاعب عنده جنون شوي لما نوصفه بشي سلبي. انتشر مقطع له مؤخرا هو بالتمرين بالصالة الرياضية وحامل الاوزان وعم بيقله للمصور صور عضلات اجريه جريليتش جريليتش. طبعا كوكوريا عم بيقول جريليتش كنوع من السخرية من جريليتش اللي معروف بعضلات اجريه وضخامتهم. وبعد فوزه مع المنتخب الاسباني ببطولة اليورو الماضي صار يغني على المسرح قدام الجمهور ويسخر من هالاند ويقول هالاند يرتجف لان كوكوريا قادم، ويسخر من الانجليز اللي ربح كوكوريا النهائي ضدهم ويقول الصغار الانجليز ما رح يحلموا بقى بكوكو. لعب على الكلام، يعني هو المعنى الحرفي ما رح يحلموا بجوز الهند، بس هو كلمة كوكو قاصد فيها حاله، كوكو اختصار لاسمه كوكوريا، الصغار الانجليز ما بقى رح يحلموا فيه. وقال احلامهم صارت كوكو. يعني في كذا شغلة بعد ما رح نذكرهم كلهم، بس اللاعب مثير للجدل وتصرفاته خارج الملعب مش موزونة، وشكله بعد فوزه باليورو اكتسب ثقة زايدة وصارت تصرفاته بالملعب كمان مش موزونة. نجم توتنهام مهدد بالسجن. نشر لاعب توتنهام بسوما عبر حسابه على تطبيق سناب شات مقطع فيديو هو وعم يستنشي أكسيد النيتروس أو اللي يسمى غاز الضحك. مباشرة نادي توتنهام فتح تحقيق بالموضوع مع اللاعب اللي اعتذر ببيان رسمي قال فيه انه اللي عمله ما فيه حكمة وهو بيعرف مدى خطورة هذا الأمر والمخاطر الصحية اللي بتنتج عنه، وقال انه بيتحمل مسؤوليته كلاعب كرة قدم ونموذج يحتذى فيه. هلا يمكن بعض الناس تقول بسيطة مش هالأزمة، كل الناس بتستنشي أكسيد النيتروس أو غاز الضحك، بس ببريطانيا ممنوع. من السنة الماضية منعت بريطانيا تعاطي أو حيازة هيدا الغاز، وأي حدا بيستخدمه بطريقة سيئة أو بينجو لأمر سيء رح يتعرض لغرامات مالية وللسجن لمدة سنتين وممكن توصل ل 14 سنة إذا عم بيتاجر فيه للاستخدام السيء، يعني الاستخدام الفردي اللي بيضر بالإنسان وصحته. على أساس بريطانيا كلها إنسانية وسألانة عن صحة الناس. على كل حال هلا أكيد بسوما ما رح ينحبس، يمكن استعمله مرة واحدة بس واعتذر، وبالنهاية هو لاعب كرة قدم معروف وما رح يحبسوه على هيك شيء، وحتى النادي ما رح يقبل يخسر لاعب ويخسر أموال عم يدفعله إياها للاعب وهو بالسجن كرمال هيك شيء. يعني في حالات للعيبة أكبر من هيك بكتير وما عم يتحاسبوا وينحبسوا، بدهم يحبسوا لاعب بسبب غاز الضحك بس ممكن يتعرض لغرامة مالية إذا مش من الدولة من النادي. فينيسيوس على السعودية. أي لاعب كبير أو موهوب أو عليه أضواء إعلامية عم بيكون تحت أنظار الأندية السعودية، وآخرهم فينيسيوس لاعب ريال مدريد اللي تقدم له عرض بحسب صحيفة الجلوبو البرازيلية من السعودية وبقيمة مليار يورو كراتب وحوافز لمدة 5 سنين. صحيفة الأصل الإسبانية زادت على الخبر أنه المسؤولين بالسعودية تواصلوا مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وطلبوا يجتمعوا فيه ليتفاوضوا لشراء فينيسيوس، لأنه شرطه الجزائي مليار يورو وهيدا المبلغ شبه مستحيل حاليا يدفعه أي نادي، لهيك بدهم يتفاوضوا معهم على مبلغ بيرضيه لبيريز. بس بيريز رفض التفاوض وحولهم لخوسيه أنخيل سانشيز مدير التعاقدات بالنادي اللي هو كمان رفض يتفاوض على بيع فينيسيوس. بس الفرق انه سانشيز ما سكر الموضوع قدام السعوديين، قال لهم في شرط جزائي بعقده للاعب، اذا بتحبوا فيكم تكسروه وتاخدوه ما في مشكل، واللي هو مثل ما قلنا شبه مستحيل. وانا ماني فاهم ليه مسكرين الموضوع ريال مدريد، ليه مصرين على عدم بيع فينيسيوس وكانه عم يرفضوا يتخلوا عن رونالدو بعزه، انه بالنهايه فينيسيوس لاعب جيد بس مش رونالدو او ميسي بعزهم ليرفض النادي يبيعه باي ثمن. تاني شي ريال مدريد يمكن هيدي فرصتهم ليتخلصوا من لاعب بالخط الهجومي اللي وصل لمرحلة صار فيه فائض فيه.
ثالث شيء عندك مبابي، فاذا رافض تبيع فينيسيوس لانه وجه اعلامي مربح لك عندك مبابي، واذا خايف تخسر افضل لاعب بالعالم بهالمركز كمان عندك مبابي اللي كمان بفضل يلعب بهالمركز. نعرف انه انشيلوتي ملاقى الحل ورح يعطي الثلاثي الهجومي حريه بالتحرك وتبديل المراكز، بس فيك تخلص من هالموضوع كله اذا خلصت من فينيسيوس. هو انت مش مجبور تخلص منه، بس طالما الفرصه قدامك ليش لا؟ وطالما السعوديين مستعدين يدفعوا مبلغ كبير بيوصل لل 400 مليون يورو واللي هو اعلى مبلغ بتاريخ اللعبه واللي بيخليك تشتري افضل 3 مواهب بالعالم مع بعض مثل موسيالا وفيرتس او اي لاعب تاني، فليش لا؟ تبني فريق وبتقوي السكواد ب 400 مليون وكله بالاستغناء عن لاعب في معوض له بالفريق وعندك العدد الكافي بالخط الهجومي. بالنهايه فريق الريال مش راكب على لاعب واحد، مش رح يتاثر بخروج فينيسيوس، في نجوم تانيين بالفريق وفي فريق ومنظومه بتعتمد على الكل مش على لاعب واحد، فخروجه منه ازمه، بالعكس ممكن يكون حل طالما ممكن ينباع ب 400 مليون ويمكن اكثر اذا تفاوضوا معهم. صافرات استهجان من جمهور برشلونه ضد لاعبين من الفريق. لعبوا برشلونه يوم الاثنين اخر ماتش لهم بالجوله التحضيريه قبل بدايه الموسم الجديد وخسروا بنتيجه 3-0 لصالح موناكو. واللي كان لافت بالماتش مش النتيجه وخساره برشلونه بثلاث اهداف، اللافت كان الهجوم من جمهور برشلونه الموجود بالملعب على لاعبين من الفريق من خلال صافرات الاستهجان. واللاعبين هن بطبيعه الحال ديونغ ولونغلي. هلا يمكن الصافرات ضد لونغلي تلاقيها الناس عاديه، بس ديونغ انا من عندي بشوفه عاديه لانه اللاعب يعتبر عبء على النادي وعائق قدام خروجه من الازمه الماليه. هلا انا من عندي بشوف الصافرات ضده عاديه لانه بتفهم جمهور برشلونه، بس انا مش قادر اخذ طرف لا مع النادي ولا مع ديونغ، لانه كل واحد من جهته معه حق. النادي بيقول لك انا عم بمرق بازمه ماليه وبحاجه خفف نفقاتي، وانت راتبك صار عالي بالنسبه لوضعي وما بقدر اتحمله، فيا خفض راتبك وخليك معي وتكون مبسوط اذا بقيت، يا اما اطلع من النادي وروح على غير نادي قادر يدفع لك الراتب، وما رح اوقف بوجهك، ما رح طالب بمبلغ عالي لبيعك، رح سهل لك خروجك. ومثلك مثل اي لاعب تاني او موظف بالنادي صار مكلف علي وطلبت منه يخفض راتبه او يغادر. ومن جهه اللاعب بيقول لك ماني مجبور ولا وحده، ماني مجبور خفض راتبي وهيدي مشكلتك مش مشكلتي، ما حدا قال لك تعطيني هيدا الراتب وما تدرس وضعك المالي وتخطط لقدام لاي امر طارئ بصير معك. وماني مجبور غادر قبل ما يخلص عقدي، انا مبسوط بالنادي ومبسوط بالمدينة وبالبلد واستقريت وعايش مرتاح ومش مجبور روح على تجربة جديدة حتى لو عرضوا علي نفس الراتب. ولنحكي الواقع، ما في اي نادي مغري بخليه يترك برشلونة ليروح عليه، بس البي اس جي واليونايتد اهتموا جديا ليشتروه. ولا البي اس جي كنادي وكدوري فرنسي يعتبر مغري، ولا وضع مانشستر يونايتد باخر 10 سنين مقنع لينضم لهم. هلا برشلونه لعبوها عاطفيا وانه لو انت بتحب النادي بتعمل مصلحه النادي بتخفض راتبك او بتغادر، وجمهور برشلونه مع هالفكره. نرجع لنفس النقطه، منه مجبور لا بهيدي ولا بهيدي، هو بهمه مصلحته حتى لو بحب النادي. بتقله طيب ما يروح على مكان أسوأ من برشلونه بس يخفض راتبه، ما رح يخسر شيء، ما رح يصير فقير، راتبه حاليا 37.5 مليون يورو سنويا. صح ما رح يصير فقير بس منه مجبور وما حدا بيعملها. انت اذا موظف بمؤسسه معينه واجت الشركه قالت لك خفض راتبك عندي مشكله ماليه، اذا مش قادره المؤسسه تجبرك تخفض راتبك ما راح تخفضه انت، ويمكن ما تحب تغادر اذا مستقر بهالبلد ومستقر بالمدينه وكله تمام. فكيف ما تاخذ الموضوع من اي جهه كانت راح يكون معك حق. النادي حقه يطالب بتخفيض راتبه او يغادر، وديونغ حقه يرفض الخيارين وينطر ليخلص عقده، والجمهور حقه يضغط على اللاعب كرمال مصلحه النادي. بس يمكن لو سابقا جمهور برشلونة اعترض على ديونغ وصفر ضده كل ماتش بيلعبه وعلى كل لمسة بالملعب على مدى شهور، يمكن كان حس بالضغط ديونغ وكان حس انه مش مرغوب فيه ابدا لا من النادي ولا من الجمهور وكان رضخ وغادر. بس جمهور برشلونة ولا مرة ضغط عليه بالملعب، بالعكس بزقفوا له، ولا مرة ضغط عليه هو وفايت على مبنى النادي وهو وطالع مثل يصفروا عليه يسمعوه انه مش حابينه ويطالبوه بالمغادرة، بالعكس بيركضوا بيتصوروا معه. هيدي أول مرة بيصفروا ضده. لابورتا بائع أوهام ووقح. من لما استلم لابورتا رئاسة نادي برشلونة وجمهور النادي بكل سوق انتقالات صيفي بيتأمل بشي وبيرجع بياكل الضرب، شي تجديد لميسي، شي شراء هالاند، شي شراء سيلفا، شي عودة ميسي، وهلا آخر وحدة كانت شراء نيكو ويليامز. وهودي غير الكذب بموضوع بارسا ستوديو وغير أمور مالية. لنحكي بموضوع نيكو ويليامز هلا. شوف لابورتا كيف كل مرة بيخدع جمهور برشلونة وبيرجع بيلعب دور الضحية. قال لابورتا عم يشعر انه نيكو ويليامز خدعه،
قال كان في اتفاق بينه وبين اللاعب على عقد مدته 5 سنين براتب 7.5 مليون، والنادي كان عنده مبلغ 58 مليون يورو مجمد باحد البنوك. وبقول لابورتا انه ما في مشكله اذا نيكو ويليامز ما بده يجي لاي سبب كان وما بده ينطر، برشلونه اكبر منه رح يشتغل ليجيب غيره. اولا هيدا المبلغ 58 مليون يورو اللي مجمد بالبنك كيف فيك تسحبه؟ ثانيا اذا فيك تسحبه شو ناطر ما سحبته وجبته للاعب؟ ما انت عم تقول كنت متفق معه، ليه ما سحبت المبلغ واشتريته؟ رح يسكر سوق الانتقالات. ثالثا والاهم شو بدنا بالقبل رح ننساهم، بتقول انه اذا نيكو ويليامز ما بده ينطر برشلونه رح يجيب غيره. يا خي انت فعلا وقح، اللاعب اتفق معك على الراتب والشروط الشخصيه وكان مستعد يلعب معك براتب صغير مع انه البي اس جي عرضوا عليه راتب خيالي. رح يسكر سوق الانتقالات وبعد ما اشتريته شو بدك يعمل اللاعب؟ ما ينضم لفريقه وما يتدرب معهم؟ ما هو من قبل اليورو ناطرك وخلص اليورو ناطرك. وين العرض؟ ما قدمت له عرض، انت عم تكذب عليه. لو بدك تقدم له عرض كنت قدمته، لو فيك تقدم له كنت قدمت له. جبت اولمو، نيكو ويليامز ليه ما قدرت تجيبه مع انه هو كان عندك الهدف الرئيسي بسوق الانتقالات هالموسم؟ ما قدم له عرض وصار له شهرين ناطره اللاعب ليقدم له عرض، وبس رجع اللاعب على تدريبات فريقه صار اللوم عليه. خليك عم تضحك على جمهور برشلونه لنشوف اخرتها معك. انا ما شفت رئيس نادي اسوأ منه. بارتوميو قبلك كان فاسد واشتغل غلط وفوت النادي بالحيط، بس كان ساكت ما يحكي. انت بتشتغل غلط وكذاب وبيع اوهام ووقح. وهيدي كانت حلقه جول لهيدا الاسبوع. قبل ما اختم مثل العاده بدي اشكر صالون جان جديد. كان معكم جوليان سعد، شوفكم الاسبوع الجاي.